أهداف الإمارات من الحديث عن انسحابها من عدن والمحافظات الجنوبية. ألم يسبق أن أعلن الإماراتيون عن انسحابهم ثم ارتكبت الإمارات مجزرتها بحق الجيش الوطني؟ فهل سيتبع هذا الإعلان جريمة أخرى؟ أهلا بكم. منذ أكثر من سنة أعلنت الإمارات انسحابها، فما الذي استجد الآن؟ تتعمد الإمارات عبر وسائلها الإعلامية لنقل معركتها بين الانتقالي وجانب الشرعية، فإذا ما صحت التكهنات أن الانسحاب جاء نتيجة لتفاهمات جدة والذي يفضي إلى تسليم مدينة عدن للقوات السعودية، فلماذا لا تعود الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها؟ ولماذا لم تنسحب الإمارات من سقطرى ومطار ريان وساحل حضرموت؟ فهل ينتظر اليمنيون عدوانا إماراتيا جديدا؟ أم أنها محاولة إماراتية للتنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه جرائمها في اليمن؟ منذ يوليو الماضي لا تكف الإمارات عن تسريب معلومات بطرق غير رسمية عن انسحابها من اليمن وإعادة الانتشار وتغيير استراتيجية التعامل مع الملف اليمني من حالة الحرب إلى السلام أولاً. وعلى الرغم من تسريبات مسؤول إماراتي سابق ليست محسوبة كموقف رسمي إماراتي، إلا أن أياماً قليلة فصلت بينها وبين ما نشرته نيويورك تايمز عن محاولة مسؤولين في الديوان الملكي السعودي ثني حليفتهم الإمارات عن سحب قواتها من اليمن، وقالت إنهم أي السعوديين شعروا بخيبة أمل كبيرة من قرار أبو ظبي. تصريحات المسؤول الإماراتي تزامنت مع عملية إعادة انتشار القوات الإماراتية في الساحل الغربي وتسليم بعض المواقع لقوات غير نظامية يقودها ابن شقيق الرئيس المخلوع وقائد حراسته، مع تأكيد إماراتي بأن أبو ظبي قامت بتدريب 90,000 جندي يمني أصبحوا يشكلون قوة على الأرض ضمن قوات الشرعية اليمنية التي أثبتت جدارتها وقدرتها على تولي المسؤولية وحفظ الأمن في المناطق المحررة. لا ينفك المسؤولون الإماراتيون أو أولئك الكتاب المقربون من مراكز السلطة عن التأكيد على أن الحرب في اليمن انتهت بالنسبة لأبو ظبي في ذات الوقت الذي تسربت فيه معلومات عن لقاء عسكري رفيع المستوى في 30 من يوليو ضم مسؤولين إماراتيين وإيرانيين في طهران. طهران التي تدعي الإمارات محاربتها في اليمن والتزامها بأمن السعودية التي تعد إيران مصدر تهديدها العسكري الأكبر في المرحلة الحالية على الأقل. انسحاب الإمارات من اليمن لم يقتصر على مسرح العمليات العسكرية، بل طال أنشطة الهلال الأحمر الإماراتي ووصل حتى إلى تفكيك حمامات عامة حسب صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لسحب قطع تشغيل محطة كهربائية كانت أبو ظبي قد أعلنت تقديمها لمدينة عدن. مع تكرار الإعلانات بطرق غير رسمية وتزامنها مع عمليات حقيقية لسحب معدات ثقيلة كانت في عهدة مجموعات عسكرية موالية للإمارات، يظل الباب مفتوحاً للتساؤل عن شكل الانسحاب وجديته، وما إذا كان استراتيجية جديدة بالفعل أم خطوة تكتيكية في الاستراتيجية القديمة، أم مؤشراً لأزمة علاقات سعودية إماراتية يكتوي اليمنيون ببعض ألسنة نيرانها. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ مدرم أبو سراج نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الحوثي الثوري الجنوبي عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. مساء الخير أستاذ مدرم. مساء النور والسرور. أهلا بك أستاذ مدرم. برأيك ما هي أهداف الإمارات من إعلان انسحابها أو الحديث عن انسحابها من عدن والمحافظات الجنوبية؟ بالنسبة لنا في مجلس الحراك الثوري والغالبية في من أبناء الجنوب لا نستغرب من إعلان الانسحاب، فقد سبقه عدة إعلانات عديدة من السابق وكلها كانت فقط بروباغندا للإعلام ولم ينفذ منها أي شيء، ومنها هذا الإعلام الحاصل الآن والصور التي تظهر من حين لآخر تنقل معدات عسكرية وموضوعات جديدة. كل ما يمر به الآن ليس هو انسحاب بل هو إعادة تموضع نتيجة أسباب عديدة
حاصلة في الجغرافية الجنوبية واليمنية عموما. ما هي هذه الأسباب؟ جانب ذلك هو التغيرات السياسية. يعني مثل إذا كان نحن أخذنا مثل عدة أسباب، أي انسحاب يكون له أسباب، ومن ضمن تلك الأسباب أن يتم المنسحب أن يبلغ الجهات الذي السلطة الشرعية أو التحالف يبلغوا عن الانسحاب، هذا واحد. والشيء الثاني أن يكون الانسحاب مجدول بتاريخ وزمن معين بدءه وانتهاءه، وهذا الشيء لم نسمع من الإمارات. السبب الثالث هو الأماكن التي سيتم الانسحاب منها والقوات التي ستخلفها لنتيجة لتلافي الفوضى أو البلطجة أو السرقات في تلك الأماكن، وخاصة ونحن نعرف جميعا أن الأماكن المسيطرة عليها القوات الإماراتية تحديدا في الجنوب هي أماكن سيادية، يعني كالمطارات وكالمواني وكالمنافذ البرية وكالمعسكرات وما شبه ذلك. يعني المفترض كانت من الإمارات إن كانت جادة بالانسحاب أن تبلغ الشرعية وتبلغ التحالف ويتم تحديد خطة ما في زمن ما بدء الانسحاب وتاريخ انتهائه، ولكن كل ما يجري الآن هو يعني مجرد بروموغندا وشعارات عديدة نتيجة متغيرات. نعم، ما الذي يعني ما الغرض الذي تريد أن تصل إليه الإمارات بهذه البروباغندا التي تتحدث عنها؟ هناك أمور عديدة وسنأخذ بعض الأمثلة منها. يعني على سبيل المثال هناك تهديد الحوثي لضرب أبو ظبي ودبي، وتمخض ذلك عنه كثير من قيادات الحوثي أعلنت عنه، من ضمنهم السيد عبد الملك الحوثي، وهددهم وشارع أن مدنهم تلك المدن هي مدن زجاج، يعني لن تتحمل أي صاروخ سينهار الاقتصاد السعودي، هذا واحد. اثنين، نتائج الزيارات المتبادلة التي حدثت أخيرا ما بين أبو ظبي وطهران، وحدثت هناك تفاهمات وتقاربات في وجهة النظر، وتحديدا في الحرب الدائرة في اليمن ومشاركة أبو ظبي منها، وتمخض عنها تلك الأسباب. والسبب الثالث هناك الضغوط اللي تمارسه بما تسمى الحكومة الشرعية في جدة وعلى لسان كثير من وزرائها، اللي تطالب بخروج الإمارات من المناطق الجنوبية. كل تلك الأسباب أدت إلى أن يكون انسحاب أو تغيير استراتيجية. هناك من يقول اللي حاصل الآن هو تغيير. أستاذ يعني الحاصل الآن هو تغيير استراتيجية تحت شعار الانسحاب. إذن يعني هل تتفق مع من يطرح بأن يعني الإمارات تعلن منذ أكثر من سنة عن هذا الانسحاب، ما الذي استجد الآن؟ هناك من يسأل يعني ما هو الجديد حتى تعلن الإمارات هذا الانسحاب مجددا؟ من ضمن الأسباب اللي سالفة الذكر الذي أشرت لها، والحقيقة الآن الذي يوجد على أرض الواقع هو خفض القوات وإعادة التموضع في أماكن أخرى، أماكن أكثر تحصينا، أماكن أكثر أمنا، والأعمال اللي كانت مناطة بقوات الإماراتية الآن هي توكل لأدرعها وأدواتها والقوات التي صنعتها بما تسمى الميليشيات وبما تسمى قوات طارق عفاش. يعني إذا فرضنا أن الإمارات انسحبت، سنأخذ هل انسحابها هذا الحاصل الآن في على أرض الواقع ومن الجبهات تعمل هناك أفخاخ وهناك قنابل موقوتة تزرعها لتنفجر في وقت ما وزمن من ما بالشرعية. على سبيل المثال ما يجري الآن في الساحل الغربي، الجميع يدرك أنه تلك المناطق الهامة الشريط الساحلي أن القوات الجنوبية المقاومة الجنوبية هي التي حرتها، ومن ضمنها ألوية العمالقة. على حين غفلة، وتحديدا نحن أشرنا لهذا الموضوع من في السابق حينما انفجرت الأحداث الأخيرة في عدن والاقتتال الجنوبي وأحداث معاشق،
دار هناك تغيير كامل لما يجري لما جرى في الساحل الغربي، يعني تم استبدال ألوية العمالقة بقوات طارق عفاش. والآن إذا كان أي إنسان يمر إلى تلك الموضع يرى صور علي عبد الله صالح ويرى صور المؤتمر الشعبي العام، ولم يعد تواجد للقوات الجنوبية وقوى ألوية العمالقة سوى بعض تكنات بسيطة. وخلال أعتقد أن خلال الشهر أو الشهرين القادمين سيتم خروجها من تلك المناطق. يعني على سبيل المثال، والقوات الجنوبية اختلفت أو اتفقت مع السلطة الشرعية، فبالنهاية هي معترفة بالسلطة الشرعية. تم سحبها تلك الجبهات وتلك الأماكن الاستراتيجية الهامة من قوات تعترف برئاسة عبد ربه منصور هادي، وتم تسليمها لقوات مناوئة لعبد ربه منصور هادي ولا تعترف فيه إطلاقا. تلك الأحداث التي تلك الأعمال تعتبر أحد القنابل الموقوتة التي تضع أمام الشرعية، هذا لا. على سبيل المثال، إلى جانب هناك أحداث هنا في عدن مثل تدار، يعني اتكال أو إعطاء مهام القوات الشرعية، مهام قوات الإمارات تحديدا عبر أدواتها، وهنا ستكون أقل كلفة وأقل خسائر، بدل ما أن تنفذها بذاتها بتواجدها، نعم. بتنفذها عبر أدواتها وبنفس الوقت يعني بتكون قريبة من انتقلت من يعني إلى مرحلة إدارة اليمن عبر وكلائها بمقدرات البلاد وبدماء شبابها. صحيح، هذا العمل قد قامت فيه من سابق، بس كان في على مستوى أقل. الجميع يعلم ان الامارات لم تكن مشاركه على الجبهات مشاركه فعاله، بل كان كل ادوارها تقتصر هي الاشراف واللوجستيه وعبر ضرب الطيران هذه، اما انها تكون في اطار مواجهات على ارض الواقع لم تكن. هي مره واحده التي شاركت فيها، واعتقد او تواجدت في احدى الجبهات في معسكر في مارب اعتقد في بدايه الحرب، وتم استهداف ذلك المعسكر في صاروخ ارض ارض، وكانت النتيجه خسائر قرابه 45 قتيل اماراتي وخمسه بحرينيين. ومن تلك الحادثه لم نجد على الامارات اي تواجد لها في الارض. وحينما نسمع ان سقط هناك شهيد وهناك شهيد، صحيح يعني سقطوا، لكن اغلبهم كانت في حوادث سير او حوادث سيارات او حوادث في اعمال لوجستيه، لم تكن سقوطهم هي في قتال مباشر مع الطرف الشمالي. نعم، اذا يعني هناك من يقرا المشهد بان الامارات تحاول ان تتنصل من المسؤوليه القانونيه والاخلاقيه، او يعني بمعنى اخر انها ستترك السعوديه لتحصد وحدها كل تداعيات الحرب، ما رايك؟ هذا اغراق المملكه العربيه بالسعوديه هي بدات فيها الامارات من وقت مبكر، تحديدا حينما عرقلت في اوضاع في امور كثيره في على مستوى الجنوب. يعني بعدت التوجه الاماراتي بعد كثيرا عن ما يجري في الجبهات القتال، وتفرغت لاحداث هامشيه على سبيل المثال الاحداث اللي اسمه السيطره على المهره والسيطره على جزيرة سقطرى وعدن وبقية المحافظات المحررة، ومحافظات لم ت... ومناطق لم ت... لم يكن لم تشهد أي قتال، ولا يوجد المسافة تبعد عن الجبهات آلاف الكيلومترات. تلك الأحداث التي ألهت الإمارات فيها، الذي أبعدت السعودية عن أن تتوجه إلى المعارك الحقيقية في الجبهات، وتوجهت لإصلاح فيما يدور في تلك المناطق على ما حصل في الخلافات التي حصلت في جزيرة سقطرى، وانتقلت بدل القوات الإماراتية أعداد كبيرة من القوات السعودية، وكان أولى بتلك القوات أن حينما تذهب إلى سقطرى لحل تلك المعضلات أن تتوجه إلى الجبهات. إلى جانب هناك قوات يعني أقيمت هنا في الميليشيات والنخب، بدل ما أن كانت هذه القوات أن تتوجه إلى الجبهات صارت تنشغل في جبهات داخلية
ما بين الإمارات وما بين الشرعية، ما بين الإمارات وما بين حزب الإصلاح، ما بين الإمارات وما بين السعودية. في تلك الأحداث كلها أعطت أنصار الله أو الحوثيين أريحية كثيرة في الجبهات، والنتيجة التفوق الآن الذي هو حاصل في بالتحديد في الحد الجنوبي كلها نتيجة الإمارات، نتيجة انشغال وتوجه غرف العمليات وكثيرا من الدعم المالي والدعم العسكري واللوجستي والإعلامي كلها توجه في حروب جانبية. نعم. لا ناقة للسعودية فيها، لا ناقة فيها ولا بعير. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ مدرم أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد جعفان الصبيحي المحلل السياسي من عدن. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك أستاذ أحمد، برأيك إلى ماذا تهدف الإمارات من حديثها المتكرر عن الانسحاب؟ حقيقة أصبح هذا الموضوع يعني مثير للتساؤل والجدل، والناس كثير يختلفون حول دوافع الإمارات من خلال هذا السلوك الغير سوي. طبعا نحن نعرف يعني أنه خطوة كبيرة مثل هذه يعني تحكمها قوانين، تحكمها بروتوكولات وما شابه ذلك، لكن يبدو أن الإمارات تريد أن تخلط الأوراق وتريد أن تضع نفسها في منزلة بين المنزلتين. يعني هي تتحدث عن الانسحاب وتقوم بإجراءات أيضا الانسحاب، لأنه يعني كما هو معروف يعني حينما حصل في أغسطس الماضي ما حصل من انقلاب في عدن، قامت الإمارات بخطوة شنيعة للغاية، يعني وضعتها يعني شوهت بصورتها أمام المجتمع اليمني والمجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي على حد سواء، لأنها استهدفت الجيش الوطني وقتلت أكثر من قرابة 300 من عناصر الجيش الوطني، وبالتالي هذه الخطوة وضعت الإمارات في نقطة لا عودة يعني في ارتباطها بتحالف دعم الشرعية. كيف يكون تحالف دعم شرعية وهي تقتل جنود الشرعية جهارا نهارا؟ وبالتالي نحن أمام يعني سلوك يعني غير سوي، سلوك غريب مثير للتساؤل، تريد من خلاله الإمارات أن تخلط الأوراق. هي تقول أنها ستخرج من اليمن في الوقت الذي يعني تخرج من بعض الأماكن وتعيد التموضع في أماكن أخرى، ويعني طبعا هي أيضا قد وزعت الأدوار التي ستنوب عنها في حال رحيلها كما هو معروف هنا في المناطق الجنوبية وفي الساحل الغربي وفي بعض المناطق أيضا الشرقية. وبالتالي نحن أمام يعني سلوك غريب، سلوك عجيب، يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى دراسة، يحتاج نعم. هل يعني هناك من يتخوف أستاذ أحمد عند ذكرك لحادثة أغسطس والعمل الإرهابي الذي قامت به الإمارات ضد الجيش الوطني، هل تتوقع يعني أن يعني تكرر ما صنعت بكارثة جديدة؟ لا أعتقد ذلك، لأنها ستخسر الكثير وليس بمقدورها أن تتهور يعني بهذا المستوى من الفظاعة. وعوض ذلك أيضا سيكون هناك يعني رد يعني أكبر من مسؤولية التنديد أو مسؤولية التهديد ب يعني تقديم أوراق للأمم المتحدة وشكاوى وما شابه ذلك، لأن هذا اعتداء صارخ. وبالتالي يبدو أن حتى الموقف السعودي هو دخل أيضا في طور الحرج، هو يريد أن يحافظ على الإمارات كشريكا له في التحالف، ويريد وهو أيضا أمام يعني وضع أمام يعني أمام خيارات صعبة جدا، يعني أمام طبعا الشرعية عبد الرب منصور هادي، وجد نفسه أيضا وجها لوجه أمام تحدي كبير لا يستطيع أن يختار، يعني الخيارات فيه قليلة جدا. وبالتالي يعني حصل ما حصل في الأيام السابقة، وتم احتواء الموضوع على نحو ما بين الشرعية والإمارات برعاية سعودية، ونحن الآن أمام إزاء تداعيات تلك الأحداث. وبالتالي لن تستطيع الإمارات أن تكرر
تلك الأحداث على النحو الذي سبق. الآن الكرة في ملعب الطرف السعودي هو الذي يعني يحاول أن يلملم هذه الأوراق التي نثرتها الإمارات، يحاول أيضا أن يضع سياق معين لما حدث في عدن بين الشرعية والانتقالين. يبدو أن الإمارات حينما يعني الآن هي تخرج من عدن قد رمت ب يعني تلك بالحزام الأمني وبمجلس الانتقالين ووضعتهم أيضا هم في تحدي كبير. يعني عند هذه النقطة وموقف السعودية أستاذ أحمد، اسمح لي سأعود إليك لمناقشتي، ولكن بعد أن أعود لضيفي عبر الأقمار الصناعية أستاذ مدرم. أستاذ مدرم، يعني بحسب ما يرد فإن الإمارات وجهت بسحب بعض القطع الكهربائية التي كانت وضعتها في محطة الحسوة بعدن. هل هذا الأمر يعكس يعني فكرة الإمارات أو طبيعة الإمارات بابتزاز الناس ويعني تصرف ألا دولة بمعنى أصح، وكأنها تتعامل بعقل طفولي؟ العمل الذي أقدمت عليه الإمارات لم يكن مستغرب إطلاقا، ومتوقعينه يمكن تمارس أسوأ منه. على سبيل في السابق عندما كانت الإمارات تقدم بالذات تحديدا الحزام الأمني، الهلال الإماراتي، الهلال الأحمر الإماراتي، عندما كان يقدم مساعدات الجميع كان يشهد. كانت هناك أذكر في إحدى المرات قدم 4 أو 5 دراجات نارية لمرور عدن، وكان إلى جانبه عشرات الإعلاميين والوكالات الأنباء والمصورين، وأحدثوا فرقعة وإعلام أكثر ما هو يستحق. بطبيعة العمل الذي كانت لما قدمته الإمارات كان شيء لا يتجاوز الآلاف من الدولارات، ولكن ما قامت حوله من برموغندا تفوق قيمتها قيمة ما قدم. وليس هذا، حينما قدمت المواد الغذائية، حينما قدمت المساعدات، حينما ضربت الاطلاع على المدارس، البرموغندا الذي صاحبتها كانت أكبر من ما هي. على سبيل المثال حينما ضربت البويا على المدارس تحدثت إنها بنت مدارس وحدثت مدارس، وكانت عند الانتهاء رفع العلم الإماراتي على تلك المدارس ورفع صور شيوخ وقادة الإمارات على تلك المدارس. وتلك الأحداث كانت تريد منها الهلال الأحمر هي تغيير الفكرة للطلبة الجنوبيين ليتم ترويضهم على قبول السلطات أو قبول القيادات الغير وطنية أو القيادات الأجنبية. هي عندما عمل الهلال الأحمر تلك الأمور وما قدمه له كانت له أهداف. ومن هنا نحن نتساءل ما هو طبيعة دور الهلال الأحمر. المعروف أنه الهلال الأحمر أنه العمل المناط به هو عمل إنساني خيري، ولكن حينما يتزامن الانسحاب أو الإعلان الانسحاب المزمع، انسحاب الهلال الأحمر، هناك في تساؤلات، هل كان الهلال الأحمر يقدم مساعدات إنسانية وخيرية وإغاثية، أم كان له هناك أدوار أخرى غير مرئية؟ كانت هي أعمال لوجستية أو مصاحبة للأعمال العسكرية والأعمال السياسية، وإلا إذا كان انسحبت القوات العسكرية لما ينسحب الهلال الأحمر؟ هناك كثير من المنظمات الخيرية الأجنبية، منها أوروبية ومنها عربية ومنها دولية، لم تنسحب، وهي عمل فهي تعمل تحت شعارها وتحت عملها الإنساني. وإذا كان الهلال الأحمر هو دوره كما يزعم أو كما ينبغي أن يكون هو عمل إنساني، يجب أن لا يخلط العمل السياسي بالعمل الإنساني. وهناك تستحضرنا تجربة حدثت في مقاديشو حينما تم الاختلاف ما بين الحكومة الصومالية ودولة الإمارات المتحدة، هناك مستشفى زايد والجميع تابع على مستوى العالم.
ما تم سحب جميع إغلاق المستشفى زايد في مقاديش، وتم سحب جميع المعدات والأجهزة الطبية، وتم نقلها إلى مخازن سفارة أبو ظبي في مقاديش، وتم إغلاق ذلك المستشفى الذي كان هو يقدم الأعمال الإنسانية للفقراء والمساكين ومعدمين الدخل. فتلك عادة ليس هي في عندنا في الجنوب، ولكن حتى لمسناها في دول أخرى، ولن يكون الجنوب أو الآخر، بل في الأيام القادمة سنشهدها في ليبيا أو مناطق أخرى من العالم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مدرم أبو سراج، نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الجنوبي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. وأعود إليك أستاذ أحمد، حيث كنت تتحدث عن أن السعودية تحاول لملمة الأوراق بعد خروج عدن، ويعني تضع سياق معين بين الشرعية والانتقالي. يعني هناك أيضا من يرى أستاذ أحمد أن الإمارات تتحرك لتخليص نفسها من بين قوسين مستنقع اليمن الذي صنعته، وهناك خلاف، كان هناك خلاف بين الإمارات والسعودية حول تقنية إدارة الحرب في اليمن، ما رأيك؟ نعم، يبدو ذلك صحيحا إلى حد بعيد، وله دلالات ومؤشرات كثيرة، ولكن عطفا على الموضوع السابق الذي تحدثنا عنه وما يجري حاليا في جدة وما شابه ذلك، ويأتي في هذا السياق الذي ذكر فيه في السؤال لملمة الأوراق التي بعثرتها الإمارات العربية المتحدة والكارثة التي صنعتها في حق الجيش اليمني، أو الجريمة البشعة والكبيرة التي لم يسكت عنها اليمنيين بطبيعة الحال، يعني مع مرور الوقت. وبالتالي الآن ما يحدث في جدة هو عبارة عن ترتيب، يعني الوضع أو ترتيب الأوراق المبعثرة ما بين الشرعية والانتقالي، وكأن الإمارات العربية المتحدة أرادت قبل خروجها أن توظف آلتها العسكرية لمصلحة الانتقالي حتى يحقق يعني غايته في يعني إخراج المناوئين من المعسكرات، من يعني المواقع الحساسة، المواقع الحكومية، من القصر الرئاسي، المعاشيق وما شابه ذلك من هذه المؤسسات. وبالتالي وكأنها أرادت أن تقول أنا يعني مكنت لكم، والآن أنتم اكملوا الطريق. وبالتالي الآن وكأن الانتقالي يعني الآن من خلال حواره وجلوسه إلى الطاولة في جدة ويتحاور مع الطرف السعودي أكثر مما يتحاور مع الشرعية، ويبدو أن السعوديين يريدون أن يفهموا أيضا ويدرسوا وضع الانتقالي جيدا ويدرسوا شخصياته ويروا إلى أي مدى يمكن أن يعتمدوا على هذا الطرف، يعني الذي يريد أن يتقاسم مع فريق سلطة عبد الرب منصور هذه الوضع في المناطق المحررة أو المناطق الجنوبية أو المناطق التي تجري فيها الآن المعارك، ويحاول كل طرف أن يزيد من المربعات التي يعني يريد أن يعني يعزز بها وجوده في استحقاقات المرحلة القادمة. وبالتالي نحن الآن يعني أمام سياق مختلف وخطير ومنعطفات خطيرة سيدفع ضريبتها المواطن اليمني، وسيدفع ضريبتها مؤسسات الدولة، وانهيار الأوضاع الاقتصادية، ورواتب الموظفين والعسكريين الذين يدفعون الثمن إزاء هذه الخلافات. بالطبع يعني الآن السعودية الإمارات هي يعني كلفة بقائها في عدن بالذات وفي المناطق الجنوبية يعني أكبر بكثير من كلفة انسحابها، وبالتالي هي تريد أن تعطي انطباعا يعني أنها انسحبت، ولكن هذا الانسحاب هي تريد من خلاله أن تلوح، يعني أن تتخلى عن مسؤوليتها كما ذكرتم أنتم أيضا في بداية البرنامج، عن مسؤوليتها القانونية ومسؤوليتها الأخلاقية، وتريد أن يعني تلعب وتمارس عبثها من عن بعد وعن طريق أيضا الأدوات التي يعني تدين لها بالولاء. وبالتالي يفترض بالشرعية أن تعي كل هذه المخاطر وتحاول أن تنسق تماما مع الطرف السعودي حتى يعني يتم ترتيب
الجبهة الداخلية بطريقة لا تحمل معها أي اختلالات، ولا تفتح الباب أيضا لكثير من المكونات التي سنراها في الأيام القادمة والتي بدأ يعني يظهر بعضها في المشهد سواء الجنوبي أو ربما سيكون أيضا في المشهد اليمني عموما من خلال ما نراه أيضا من تحركات في الساحل الغربي، وسنكون أمام أوضاع خطيرة جدا وستلهينا تماما عن المعركة الحقيقية التي هي بين معركة شرعية وانقلاب انقلاب الحوثيين. وكل هذه الأوراق التي تثبتها الآن الإمارات هي تريد أن تلهي يعني السلطة الشرعية اليمنية عن معركتها الحقيقية، وهذا أيضا سيضر حتما على المدى الاستراتيجي بالطرف السعودي الذي يتضرر أكثر في يعني في على المدى القريب والمتوسط والبعيد حتى. نعم نعم، إذا شكرا جزيلا لك المحلل السياسي أحمد جعفان الصبيحي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، وينضم معنا الآن عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ عبد العزيز المجيدي الصحفي من تعز. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا بك. إذا دعني أسألك أستاذ عبد العزيز، هل انسحاب الإمارات من اليمن تحرك تكتيكي أم هروب من الهزيمة؟ الواضح أن حديث الانسحاب لا يدور إلا بين طرفين اثنين وهما المملكة العربية السعودية والإمارات، وبالتالي يبدو أن هذا أمرا يخص الحليفين والحكومة الشرعية التي يفترض أنها المعنية بدرجة رئيسية بهذا الأمر لا تعرف شيئا عما يحدث. التحركات والتنقلات والأخبار والإعلانات التي يجري إشهارها في وسائل الإعلام هي أمر حتى الآن لا يزال عبارة عن يعني حاجة تخص السعودية والإمارات بدرجة رئيسية. الإمارات سبق لها أن تحدثت عن عملية انسحاب في مطلع يوليو الماضي، وتلا هذا الانسحاب مباشرة عملية تدبير انقلاب في عدن، وحدث ما حدث خلال 10 أغسطس وما تلاه من عملية قصف للجيش الوطني. وبالتالي الإمارات لم تكن في ذلك الوقت فقط تؤكد بأنها لم تنسحب، فقط كانت تؤكد أيضا بأنها عززت من قواتها وإعادة تموضعها وانتشارها في المحافظات الجنوبية. علينا أن نتذكر بأن الأخبار مباشرة تحدثت بعد عمليات الانسحاب عن تدفق المئات من العربات والمدرعات التي دفعت بها الإمارات إلى مناطق مختلفة من الجنوب والساحل الغربي، ما يعني بأن عملية الانسحاب لم تكن فقط سوى عملية تكتيك هدفه الأساسي تخفيف الضغط عليها من المجتمع الدولي، وبنفس الوقت أيضا ربما كان ضمن صياغ لها علاقة بتفاهمات جرت مع الجانب الإيراني والحوثيين سيما فيما يتعلق بجانب إيقاف الحرب وما إلى ذلك. لكن في نفس الوقت الإمارات هي لا تتصرف خارج أجندتها وأهدافها التي كانت واضحة منذ البداية، فقد تصرفت من أول لحظة باعتبارها تبحث عن جائزة خاصة لها في اليمن على مستوى السواحل والموانئ وأطماع جيوسياسية معروفة، وبالتالي هي اندفعت باتجاه تشكيل يعني أحزمة أمنية نخب وفرق ومسلحة مختلفة لا تخضع للحكومة الشرعية. الإمارات نفسها تحدثت عن تجهيزها أكثر من 90,000 جندي في المحافظات الجنوبية وعلى الساحل الغربي، وبالتالي الاشتغال على هذه الفكرة منذ البداية كان هدفه الأساسي إضعاف الشرعية وإطالة أمد الحرب، وبالتالي حيازة ما تعتقد أنه مكسبها من الحرب. في يونيو 2016 الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي كتب بشكل صريح بأن الحرب بالنسبة للإمارات انتهت، وبالتالي هو فقط ينتظر ما هي الترتيبات السياسية اللازمة للتعامل في المشهد اليمني. هذا الأمر وهذا الإعلان كان يؤكد بأن ما كانت تريده الإمارات حصلت عليه من خلال حيازتها على المناطق الحيوية في المحافظات الجنوبية، وتاليا ربما بعد الترتيبات التي قامت بها مع السعودية اندفعت باتجاه الساحل الغربي وكانت تريد وضع يدها على تلك المناطق الحيوية، وقد حصلت على ما أرادت في هذا الجانب. بالتالي الحديث عن أي عملية انسحاب في هذا الوقت وفي هذا الوقت بالتحديد هو يبدو كما لو كان فقط غطاء لصفقة تجري بين السعودية والإمارات، هدفها الأساسي ربما إعادة انتشار وتسليم مواقع بين القوتين بهدف تهدئة يعني الحكومة الشرعية وإعادتها إلى المحافظة الجنوبية. لكن عمليا تموضع أستاذ عبد العزيز
لا نستطيع الجزم بمسألة أنها انسحبت أو لم تنسحب، لكن ربما يكون هناك تكهن بأنها ربما خفضت عدد قواتها في بعض المواقع العسكرية. لكن المؤكد أن قواعدها العسكرية التي بنتها خلال الفترات الماضية في منشأة بلحاف الاستراتيجية والحيوية التي تمثل منشأة اقتصادية حيوية للاقتصاد اليمني، عطلتها الإمارات وحولتها إلى قاعدة عسكرية تخصها، ولا زالت فيها حتى هذه اللحظة. هنا قاعدة عسكرية في الريان بمحافظة حضرموت، ولا زالت هذه القاعدة موجودة، وهناك حديث عن النقل حتى السجناء والمعتقلين الذين كانوا في بئر علي باتجاه الريان. بنفس الوقت الإمارات لا زالت تسيطر على جزيرة ميون، لديها قاعدة عسكرية في جزيرة ميون، ولديها قاعدة عسكرية في المخا، ولديها قاعدة عسكرية في الخوخة. وكل الأخبار التي تحدثت وتم تسريبها على الإعلام خلال الفترات الماضية عن انسحابات الإمارات من تلك المناطق كانت عبارة عن أكاذيب، وبالفعل لم يحدث أي انسحاب من تلك المناطق، يعني وإذا حدث ربما تخفيض لعدد القوات. نعم، هل فقط تريد أن تمتص موجة غضب الشارع مما يحدث؟ يعني كلما ربما زادت حدة الحديث عن الوجود الإماراتي، تتحدث عن انسحاب في بعض المناطق هنا وهناك، وأنت تتحدث عن أنه مجرد كذب إعلامي، يعني لم يحدث انسحاب حقيقي. بعد انقلاب أغسطس وعملية الشدة التي حصلت مع الحكومة الشرعية وإصرار الرئيس هادي على مسألة العودة إلى عدن وإعادة القوات وما إلى ذلك، ربما حصل شكل من أشكال الضغط من قبل المملكة العربية السعودية على الإماراتيين، وذهبوا باتجاه تسوية تعيد توزيع هذه القوات. لكن عملية الانسحاب، أنا أحدثك الآن وتأكدت من مصادر عسكرية قبل قليل بأن القوات الإماراتية لا زالت تتموضع في جزيرة ميون وهي موجودة هناك، القوات الإماراتية ما زالت موجودة في المخا وموجودة في الخوخة، وهي لا زالت موجودة أيضا في الريان، وبالتالي ربما تكون الإمارات تنازلت بعض الشيء عن بعض المواقع في عدن، لكنها في نفس الوقت لا زالت تمسك بالكعكة التي تعتقد أنها حصلت عليها من الحرب في المناطق الجنوبية وفي الساحل الغربي. مع هذا أيضا من الممكن أن يكون قد حدث شكل من أشكال الصفقة بين السعودية والإمارات. الصفقة قد تكون على حساب محافظة تعز، وعلينا أن نركز بدرجة رئيسية على الساحل الغربي. هذه المنطقة الحيوية والتي الممتدة من باب المندب إلى باتجاه الساحل الغربي نهاية بمحيط الحديدة، هذه مناطق حيوية ومهمة جدا، والإمارات شكلت خلال الفترة الماضية قوات عسكرية موالية لها بشكل كامل وتخضع لها ولأوامرها، وهذه القوات هي خليط من سلفيين بالإضافة إلى قوات طارق صالح يخضع بشكل كامل للإماراتيين، وقد قال في فترة سابقة بأن شرعيته في بندقيته، وهو بالتأكيد هناك شكل من أشكال الترتيب ربما حتى لمحافظة تعز. هناك إشكالية تحدث في مناطق جنوب تعز في منطقة التربة وما إلى ذلك، عناصر كثيرة تتحرك لمصلحة طارق صالح في تلك المناطق، ربما بهدف خنق تعز وربما بغرض تفجير وضع قد يؤدي بالتأكيد إلى إعادة استنساخ نفس التجربة التي حصلت في عدن في محافظة تعز. الإمارات لن تترك المشهد اليمني بالطريقة التي ربما يفهمها السذج بأنها خلاص ستغادر وستمضي وبالتالي ستسحب الهلال الأحمر وما إلى ذلك، وهي فخخت البلد عمليا، والتفخيخ لم يطل فقط عملية التشكيلات التي تواليها، هي أيضا فخخت البلد حتى بالدفع بالأسلحة ومختلف الأسلحة لتنظيمات إرهابية ومتطرفة كما أثبتت كثير من وسائل الإعلام وآخرها تحقيق للCNN الأمريكية. بالتالي مسألة الانسحاب هو فقط يبدو أن هناك مفاوضات تجري تحت الطاولة، هذه المفاوضات تعيد فقط موضعت هذه القوات، ربما تخفيض عددها، لكن عمليا الإمارات تحصل على مكاسبها في المناطق اليمنية ولن تتخلى عن هذه المكاسب بسهولة، ولا أعتقد أنها ستكف عن مسألة إضعاف الشرعية وعن إطالة أمد الحرب. وأيضا هناك من يتحدث أنها حققت كل ما تريده لنفسها في اليمن، وبالتالي ستترك السعودية لتجابه ويلات ما خلفته الحرب أخلاقيا وقانونيا، ما رأيك؟ يا سيدتي الكريمة، دائما أنا أقول أنه عندما يجب أن نناقش مسألة دخول الإمارات في التحالف وشغلها داخل التحالف، علينا أن نستعيد فكرة والحقيقة القائلة والمؤكدة بأن الإمارات هي من دبر الانقلاب. هي دبرت الانقلاب لإيقاع البلد هذا في فخ كبير، وربما تكون أيضا ويكون هذا الفخ أيضا حتى يستهدف السعودية، لكن هذا الفخ هي استثمرته بالطريقة التي تريده، وبالتالي دخلت
من خلال التحالف للسيطرة على المناطق التي تريدها، وهي مناطق المحافظات الجنوبية وتحديدا ميناء عدن. نحن نعرف تماما بأن واحد من الأطماع الكبيرة للإمارات في المحافظات الجنوبية هو ميناء عدن، وتعطيله وتعطيل أي خيارات بديلة قد تنافس وتمثل تهديدا لموانئ دبي والمناطق الحرة لأبو علي وما إلى ذلك، لا أبي جبل علي. وهذا الأمر خططت له بعناية واشتغلت عليه على الأرض من خلال التشكيلات والتكوينات التي قامت بدعمها وبنائها في المحافظة الجنوبية، وهذه التشكيلات والتكوينات كانت وظيفتها خلق معارك جانبية لإشغال الحكومة وإضعافها من الداخل. بنفس الوقت هي استثمرت في ضعف الحكومة وأيضا في غياب الرؤية الاستراتيجية للسعودية، وبالتالي تعاملت مع أطماعها بشكل خاص، وأعلنت بشكل مبكر كما قلت وأذكر بالتغريدة التي أطلقها محمد بن زايد عندما قال بأن الحرب بالنسبة للإمارات انتهت. هذا الكلام قاله في يونيو 2016، ومن يونيو 2016 وحتى الآن نحن نتحدث عن 3 سنوات، هي أعلنت بشكل واضح أن أهدافها تحققت وأنها قد حصلت على الجائزة. إذا كانت بالفعل دخلت من أجل استعادة الشرعية كما يقال ودعم الحكومة الشرعية والسعودية حتى في القضاء على النفوذ الإيراني، فلا أعتقد بأنها قد حققت هذا الأمر في 2016. يعني هي ربما فقط حققت الأمر المتعلق بها وإحياء من خلال مد نفوذها لمناطق معينة وسيطرتها عليها ووضع اليد عليها بالقوى المسلحة. نعم، إذن أستاذ عبد العزيز، يعني هل تتوقع أن لهذا الحديث عن الانسحاب وما إلى ذلك علاقة بمشاورات جدة؟ الواضح أن هذا الحديث والأخبار المتكررة عن انسحابات وما إلى ذلك هو بالتأكيد له صلة بالأزمة الناشبة منذ 10 أغسطس عندما دعمت انقلاب المجلس الانتقالي، وفي 29 أغسطس عندما قصفت الجيش الوطني، وبالتأكيد كان هناك موقف للحكومة إلى حد ما يعني يرفض مثل هذه الإجراءات، مع أن هذا الأمر لم يستمر لفترة طويلة. الحكومة توقفت عن تحركاتها المفترضة الدبلوماسية للضغط على السعودية وعلى الإمارات لإخراجها من البلد. الإمارات لا يمكن التعامل معها باعتبارها حليف على الإطلاق بعد ما حدث خلال الفترات الماضية، وأعلنته عنه بشكل سافر، وبالتالي كان من الواجب على الحكومة وعلى السلطة الشرعية ألا تقبل ببقاء الإمارات في أي مكان من الخارطة اليمنية حتى لو استدعى ذلك تصنيفها كعدو، وبالتالي دعوة اليمنيين للتعبئة ومواجهتها. ما الذي يجبر اليمنيين على الخضوع لدولة يعني هي في النهاية لا تمتلك شيء من القوة التي تمكنها من فرض سيطرتها على شعب عريق مثل الشعب اليمني؟ في النهاية كما وصفها أحد المفكرين هي عبارة عن إمبراطورية بسيقان دقاقة، هي تمتلك الكثير من المال وتريد فقط أن تستخدم نفوذها من خلال تجييش الميليشيات وتحشيد المرتزقة والذين يعملون بالأجر اليومي واستخدامهم من أجل إقلاق اليمنيين وضرب البلد. هذا الأمر لا يمكن أن يساعد أي دولة على أن تمضي قدما باتجاه وضع يدها على مناطق معينة واستراتيجية. نعم نعم، المستغرب أستاذ عبد العزيز أن كل حديث عن اليمن نجده من الآخر ولا علاقة للحكومة الشرعية بما يدور، ما هو تعليقك على هذا الصمت مما يحدث من الشرعية في دقيقة إذا سمحت؟ للأسف نحن نشاهد سلوك مكرر من قبل الشرعية في التعامل مع كثير من القضايا المصيرية للبلد. السعودية والإمارات تتصرفان كما لو كان الأمر يخصهما، وبالتالي الحكومة الشرعية غير معنية بما يحدث. الآن في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن انسحاب الإمارات من بعض المواقع، في نفس الوقت يتم الحديث عن إرسال الإمارات لسفينة أسلحة باتجاه سوق قطر لتفجير الوضع هناك، بالتالي كيف بالإمكان فهم مثل هذا السلوك وأخذ الأمور بجدية فيما يتعلق بعملية الانسحاب؟ الانسحاب عبارة عن أكذوبة، الإمارات ستعيد تنشيط خلاياها ودروعها في كل المناطق وستخلق حالة فوضى كبيرة، لا يمكن الوثوق بأي خطوة تقوم بها الإمارات، ولا يمكن أيضا الوثوق حتى بعد ما صدر من السعودية خلال الفترات الماضية وصمتها حيال ما جرى في عدن، لا يمكن الوثوق حتى في السعودية نفسها. بالتالي نحن بحاجة إلى سلطة شرعية يجب أن تقول بشكل واضح ستوب، يجب أن توقف كل ذلك، على الإمارات أن تغادر من البلاد، السعودية إذا أرادت أن تتحالف مع اليمن بالتالي هناك اتفاقات وصيغ محددة يجب أن تلتزم بها تتعلق بتحالف ندي وكف يقف على مصالح ومنافع البلدين ويؤمن
ويقف أيضا على التهديدات الأمنية المتعلقة بالبلدين. غير ذلك فهي عبارة عن استمرار لنفس العك الذي حدث خلال الفترة الماضية من الحرب، وسندخل مآزق وأزمات جديدة ومشكلات وحروب وصراعات لن تتوقف على الإطلاق طالما أننا مستمرون بالتعامل بنفس الذهنية التي تدار بها الشرعية الآن. نعم، الصحفي عبد العزيز المجيدي شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، كما هو لكم الشكر الجزيل مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.